كل تنوع، تنوع كامل تنوع وشامل هائل في مدينة إسلامية بكل وعندنا ده. احنا عندنا عايز اراجع حضرتك في شارع المعز، يقال انه المتحف الاكبر المفتوح في العالم للتراث الحضاري والاثار الحضاريه الاسلاميه. حضرتك حصرتني بمجموعه اسئله، كل سؤال عايز حلقه. طيب لكن انا سعيد جدا وانا بتابع المقدمه بتاعه سيادتك، وحضرتك بتحدد تاريخ 1881 وهو انشاء الخديوي وتوفيق للمتحف او لجنه حفظ الاثار المتحف الاسلامي. انا عايز اقول قبل هذا التاريخ، بقف عند قبل هذا التاريخ قبل عشان المشاهدين الشعب المصري يبص معايا. كانت الاثار فين؟ كانت الاثار في اماكنها الطبيعيه. كانت في المساجد وفي الزوايا وفي المدارس وفي البيوت. كان الشعب بيحترم الاثار دي وفي الاحياء وفي الاحياء البسيطه. لان الاثار الاسلاميه يعني في الاحياء الشعبيه بتقطن مع اصحابها الطبيعيين اللي اتبنت ليهم واتبنت علشانهم وتعاملوا معاها الكلام اللي انت بتقوله ده، وتعاملوا معاها بكل حب واحترام وتقدير. انه التعامل مع الاثر باعتباره حاجه معزوله عن الناس. وخلي حضرتك وفي وقت كان فقر مضجع يعني، ولكن لم يفكر مصري ان يشيل منبر، يسرق منبر او يسرق حشره منبر او ينقل مشكوات او يسرق باب الامام الشافعي او يعتدي على التراث. هي دي نقطه عايز اقول، ده الشعب البسيط الفقير اللي كانت حارات مصر بتعج بهذه الثروه الثقافيه التراثيه الكبيره، من الدرب الاحمر للمغربلين لباب زويله للصليبه. انت بتتكلم امام شوارع بتناطح بعضها، شوارع تناطح بعضها، مش معارض مفتوحة، دي شوارع بتناطح بعضها. عشان كده أنا حضرتك وقفت جدا عند التعليق ده، ليه بدأ يفكروا إن هم يجمعوا التراث من المساجد ويجمعوه من الزوايا ومن المدارس ويحطوه في جامع الحاكم لحد ما ينشئوا متحف الإسلامي، عندما أصبح هناك تغير في معالم المجتمع وأصبح هناك خوف على هذا التراث. فهنا بقول حصل حاجة مهمة، إن الشعب المصري كان شعب واعي جدا، محب لتراثه، محب لفنه، شعب له تاريخ فن، تاريخ فن لوحده مستقل. يعني ما أقول تاريخ فن أوروبا أو تاريخ فن مصري، صحيح. فده شعب له تاريخ فن مستقل مكتوب باسمه. ما أقدرش أقول تاريخ الفن العرب، متأسف يعني مع كل تقديري، وإنما أقول تاريخ الفن الإسلامي، تاريخ الفن المصري. فأنا أمام حضارات مترصة شاخصة قائمة على الأرض. ولذلك دائما اقول حب الله مصر بان جميع حضاراتها من ما قبل التاريخ الى هذا العصر قائمه على الارض، لم تسقط منها حلقه واحده، وهذا لم يكن وحلقات متصله وهذا لم يناطحنا او ينافسنا فيه احد على سطح الارض.